افتتح نائب وزير النقل ناصر شريف اليوم بالعاصمة عدن ورشة العمل التدريبية حول تعزيز الإطار القانوني لتشريعات البحرية الوطنية بما يتوافق مع التشريعات الدولية التي تنفذها المنظمة الدولية البحرية ضمن برنامج الأمن البحري في البحر الأحمر الممول من الاتحاد الأوروبي. تستمر الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 32 من قيادات ومدراء وكوادر وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات خليج عدن والبحر العربي والمخا وخفر السواحل، وأشار نائب وزير النقل إن الورشة تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية بالمعارف والمفاهيم اللازمة الملائمة بين التشريعات الوطنيه مع الانظمه واللوائح الدوليه